آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية. لا ذل إلا ذله، فيه النفوس الزادية، بشرى لنفس آمنت. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا ودول الليل ولل يقبلوا وحمركم ورئيسا وما جعلنا إله سبحانه وتعالى سوكا كاني قوتنا إنه وفدنا ما هدس إله سبحانه وتعالى كبعد وحان يقن أمهد علينا علم بدينا meelaha kala duwan oo kala yimid qaar safar fog inooga yimid iyo qaar wadan gudhiisa magaalooyinka inoo kala yimid oo iyaguna soo ajeebay dacwadan oo inaga soo qayb galay dhamaanteen iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay miisaanka xasanad kooda Allahu saaro in hadii aan in yar idinka siiyo mowduucan maanta isaga nimid ama isugu nimid goobtan xaqiiqatan waa mowduuc cajiib ah xusn iyo tiiraanyo iyo murugo ay ku dheehan tahay. Waxyaalihii horay goobahan oo kaleeto la isugu iman jireen aan ahayn sida caadada inoo ahaan jirtay goobahan oo kale. Markaan isugu nimaadno waxaan isugu iman jirnay fadhiyo farxadeed baan isugu iman jirnay, oo ama iyadoo xaflad aroos ama qof la soo dhaweynayo. Maanta way ka duwan tahay oo kulankeenan maantaan isugu nimid saan hore u sheegay, kulan tacsi, naxdin, murugo, ciil, wax badan ka waweyn xaqiiqatan. Waxyaalaha lagaga hadli doono marka waa kolley waxyaalo ku tacalluqa insha allahu tacaala si guud dhibaatada waddankeena haysata iyo ummaddeena Soomaaliyeed oo ay qeyb weyn hadda ka noqdeen culmaadinkeeni Soomaaliyeed. Waxay ugu dambeysay Cabdiqaadir May sanadka hadda inaga dhammaaday ayaa ugu dambeysay kulamaad ilaa laba wiig socday baan kala qayb galay. Intaba wuxuu sheegayey inuu sugayo goorta la dilayo, laakiin ogyahay in ay dilayso gacanka xaq daran. Maantana innaga mahaatika dhammaanteen waxaan mashruuc mawduucaas insha allahu tacaala inoo qaada dhigi doona culamadeenna sharafta leh Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Fadhigeenna waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo fadhi marxuum ah oo maqfuur ah in Ilaahay ka dhigo subxaanahu wa tacaala. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, sallallahu wasallam wa baraka cala nabiyina muxammed wacala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi watamasaka bisunnatihi ila yowmi ddiin. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. إلهي سبحانه وتعالى شيخي قريدي سوين سوكر تقود بيهي ولمدي وإن إذا معروف كاهي شعب القادر نور فارح. إلهي سبحانه وتعالى هون حريصته جنات الفردوس مع الله قيو شهادنا قيريدي سي الله وغنقو إلهي سمري إيمان إهلدي سي يقراو لدي سي يارديدي سي يمسلمين تغردن قارها نقمة صومالية غردن. إلهي سبحانه وتعالى سمر يا إيمان
الله كسيو بدل خير قبي خلف خير قبنا إلهي سبحانه وتعالى هو بدله اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها ورا ليال قيرية علماء لمن ماها قيرية ذاتك كاله ذاتك غاربا وحي ورانيان وذاتك ولمن إيه محاد كشيء إيسان نشاخه ودنتي وصح لكن أمته ومالية ضبطن بعد منيس وصح وإيه لكن وحا صحة سلام رحان تاسعين لحي وصوصنا ضو وباهان قيريدة علماته لمن ماها قيريدة ذاتك كاله حاد عاي ننك عالمك ودنتا أمت دمتي أو دموي أمت بولمي ديهي حاد عاي وحدقه أمضى وإفتين كودي ونور كودي النبي عليه الصلاة والسلام سوى أرهك بياننا إياه درجة كعالم كاي وديري إياه ضدك كلام أيو وحو يري عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ني يسود وغفض لبدن يهي نك عالم كاهي قفك مسلم كاهي يسك عباديسته قفك مسلم كاهي عباديسته وعابد كاهي والنبي عليه الصلاة والسلام مقام كيسا يقفك أمضى وهو سي انت قل حيسا مسافة سوكرا قل حيسا قفك عالم كاهي وحي يروح لم يهي النبي عليه الصلاة والسلام فضلك ضيعه سلو افتيميه وقوي هي على سائر النجوم حدقها كلاتو يريرو عركب التعرم سلو ضيعه وقوي هي ايا ننك عالم كاينة ومضى ورسو عيها وقدوري ساس درتد ايا مصيبة وطهي موت كعلماء وموت العلماء علم البضن بالله دمانيه هر النبي عليه السلام ويرهضوا إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن ينتزع العلم بغض العلماء هدي علماء مركع دماضان حتى إذا لم يبقي عالما ضدك وحي مركع وحوين دينية ويسوسو هرية ضد جهلاء ومسألة قفو لوين ديو سعلمي الله مركع قيردة علماء مصيبة سويه كلام علمه وحي كل أودينهن وحي على بدن وأمضه أمضى خير كبير تصي والدين تبي بريا ووالدتك كرية أو دولك واحد جوجا أو دن أيد بدافع ودينيا حتى كلونك بده كجرا يا كلونك بده كجرا هي شبرت بول كذا كجرته وحي إلهي دم بداف هو الدينية اللقضة وأبوه الدينية تدك علماء دون سائر الناس تدك كلام مايا ما هذا عي ومعلمي الناس الخير تدك أي خير كفريا وورثة الأنبياء تدك ونبي يضا نحلي تدك النبي يضا نحلي ونحلك النبي عليه الصلاة والسلام أي سيدان حنبرسين وإفتين ونور ومصابيح لوسو هرتو سيدا استرتاد اي مصيبة قطة هاي هدو عالم لنتو ومدى مصيبة وين اي قطة يساقو حنو رجينينا انو الهي وراحي الدونك يدبكتس قفك صالحا ومؤمن كان نبي عليه السلام وحي الدونك وراحي استا ورقو لنتو مستريح او مستراح منه ددكو الله وضاس قف راحي استي وهدو لنتو الدنيا دي كالراحيستي كالنستي ايوه مستراح منه قف الدونك كالراحيستو الدونك كالراحيستو قال كيو منافقة الدونك عدبكو قباه ساس درت الدونك كالراحيستان الجيده ايها وده ايها دولك ايها الكبو كالراحيستان مركا ايه جيرينا علمدو ساس اي مصيبة ادوال بطابانيسا اوتهاي قولي والبقليسا ومدو دانا كدار وين وكدو مي يتير وين
oo ka dumay ummadda ayay ku tahay oo musiibo ah. Saas darteed ayaan u xusaynaa, isu xusuusinaynaa ee musiibadan xajmiga ay leedahay. Ee midda labaad walaalayaal, dilka culimadu hadda la mid maaha sida maqaamkooduna aan ula mid ahayn dadka kale, ayaa dilkooduna ka dambi badan yahay oo ka musiibo weyn yahay dilka dadka kale. Saas darteed buu ilaahay subxaanahu watacaalaa dilka oo dhan naf xaq darro lagu dilo wuu xarimay, si gaarana wuxuu u xusay nebiyada iyo dadka dadka cilmiga baraha iyo diinta iyo wanaagga buu si gaara u xusay alle subxaanahu watacaala. Marka waxaan jeclahay awalan musiibadan dalka soomaaliyeed ama dadkeena soomaaliyeed ina haysata inaan horta baraarujiyo oo ah mushkilada dilka iyo musiibada dilka ama nafta ilaahay oo la gooyo, ilaahay xarimay, oo maanta musiibooyinka ugu waaweyn ee ummadda soomaaliyeed ku habsatay ah cuquubooyin waaweynna ugu dhacayaan. ilaahayna subxaanahu watacaala haddii dhiigga xaq darada dhulka lagu daadiyo, rabbi subxaanahu watacaala rabbiga samada jooga uu caroodaa, carana soo degta, caradaasuna wixii meeshaa jooga way asiibaysaa. oo ka qayb qaatay ama ka aamusay ama aan ka gilgilan ama aan wax ka celin, maanta dalkeenni waxaa ka dhacaya walaalayaal oo intaasoo sano socda oo waxyaalo aan la arki jirin oo qariib xataa ummadaha kaleoo islaamka waxay la yaabaan oo la fajacaan ah, oo ah qof muslima oo jid iska maraya oo qof kale intuu yimaado ama dad kale intuu yimaadaan xabada intay ku tiriyaan maalinta weyn doonin ii waramayay wuxuu lahaa meel baan fadhinay, makhaayad baan fadhinay, masjid hortiisaan fadhinay, nin oday ah oo 60 jir ah baa soo maray, laba dhallinyaro ah baa soo daba kacday, waa la buuxaa jidka waa la buuxaa, xabaday ku tiriyeen, meeshay ku dileen, dhulku ku dhacay, xabadihii bay ku sii wadeen, dadku waa daawanaya, hal qof ma soo dhaqaaq, hal ruux ma soo dhaqaaq. Isagoo meeli ka tageen baastoolada halkaa la iska gashaday waa la iska dhaqaaqay, qofna kaba dabatay. Kabacdina 15 daqiiqo qadar ka badan buu meesha oo la miiray oo la soo dhaqaaqayn. Muqdisho ka dhacday waa 2 bilood ka hor taqriiban. Kabacdina wuxuu leeyahay oo iga shakiyay nin ba gaari soo raacay 500 shilin waaye, gaarigii buu ka degtay, lacagtii ma hayo, gurigiisii buu garaacay, lacagtii uu keenay waa idin keenayaa guriga, waa sugi kari waaye ninkii gaariga watay, xabadi ku tiriya meesha sukuri, gaarigu waa buuxaa, dad baa ka buuxa oo iska dhaqaaq. Waxaynu aragnay arday dhalinyaro ah oo iska socota oo aadaysa iskuul raadinaysa, mustaqbal raadinaysa, waxaan garanayaa nin Nairobi ka yimi, wiilku Nairobi buu arday dumar ayaa meesha ku dhintay walaalayaal. Ragga halkan sawiradoodu ku yaaliin waxay ahayeen dadkii ummaddan bacdallaahi ay ku kici lahayd cilmi iyo caqli. Doctor Ibrahim Cadow waxaan bartay 1985 arday markaa PhD-da diyaarinaya ayagu ahaa tacliinta ummaduhu sida tacliinta u bartaa. dulmiga aan jeclayn meelo badan buu kasoo shaqeeyey iyo dowlado badan, kadibna wuxuu doortay dalkiisa inuu yimaado oo waxbarashadii uu soo bartay uu ka fuliyo. Doctor Axmed Cabdullaahi Waayeel 1988 iskoolka ahliga ahaa ugu horreeyay private-ka ahaa madrasatul imaam shaafic raggii asaasay wey halkanaad uga jeedaan ilaa 23 sano oo dalku burburka ahaa dowlad la-aanta ahaa. Madrasatul imaam shaafici waxay soo saartay 1000 arday ah oo soomaaliya oo hadda jaamacadaha iyo adduunka kula jira, qaarkoodna macalimiinta iyo qaarkoodna professorka. labadooda iyo rag kaleto ay ku jiraan oo la mid ah
هوتيل شامو صباح يغوين وليب الدكتور إبراهيم عدو سيد الله إيشي رحمة الله عليه وصوم أنا صباح ذا خميس بيه ومركا صوفريس أيالا قرحية قنبلت بلغان لحتور لما طول ماشي كل أدان دكتور محمد قروين حان حصوص تامر كيسو كايدا بيسي السوداني سوى أم قنية ومركاز بيه جديد يسي صو صو قادني صو ناقشي دكتور أحمد حاج عبد الرحمن بوصاصه شنتي ديسمبر لبكون يقوي يطول سألت كي سوى كسوى بحي صلاة دي فجرت سويتو كذي أيالا ديري أو صومن عاشورا دي صومن عاشورا دي صومن أيالا ديري طيب وحين لو قد ما ينبركا دكتور شيخ عبد القادر نورفارح وعالم كي نقرني كل يسقال بقول يلحن انكي بحمريم تعليم تسين وققاته سكوركي جمال عبد العاصر ثم معهد التضامن تضواتا في مكبحي جامعة الإسلامية مدينة أيوتيها الكاسو علم جيسا كل ما يستي كل يسقال بقول يأفر يتضواتا في مكسو قل انجبيي دفعالي أفر يتضواتا في وحوها أرضي الكوات جامعة أوردن ملك استوي أرضي أفرتا ودن إسقي مالي كدنا وحالله دري نايجر إسره الشيخ يوسف آدم محمد وهذا هرقي سكون العمر صلى الله عليه دعا ديني كان نقضان كدبنا هالكاس حانسي يدبر رؤى مرأي بوق الشوين أي سوك حيي يريد الكي وعيدين باهان سوك عدياري سوك سوهي وكان حمر بيمالي شقد هالكاس كبلاه كدب شاني دواتني ملك علماء للاي حيركي قويس كسوه بحجري رقي عارضي مكمدها والا حيري صدح سنوضوض حريقه مقاطي انت كدب بيسان حد عود ايوه تضواتن يا سياد ايو شيخ وجري شاني تضواتن دوري تضواتن الى سيديتن انت رول حيث عمري يسوها ومطبضا بكاء في الحدي صوماليا قده كينيا واندا جبوتي انت صوماليا دكتور شيخ عالمك ومانتا وحكم لها ضدك علماء وصومالي مانتا هذه كنت ما دون مسألو شرع على إسلام كالرهو إن لو بندقو رقا كوبا وفرا كتيرسك ومسألوين كأد أدق لا أدوها صومالي ودم أقوم الخانتك عيسو صلاة دي عصر قلبت أوكالي جمعيه سويتك يا مساجدك الودري رقا عدي صدحات arimaan hadda aan soo koobay walaalayaal iyada oo Soomaalidu qabiil bay isu dhisay dii xumay horey buu bilowday sagaashay meeyadii Soomaalidu way istishay laakiin waxyaalaha hadda culimadii ay u soo gaartay waa ka duwan yahay dil ka duwan weeye dilkii hore Soomaali istiriisi hadhay waa dil diimaysan hadda kaso mudan in dadka muslimka ah ee Soomaaliyeed inay tahay inay u cadaato dibka noocaas diinta inaanu kula hayn wax raad habayanaad in lagu celceliyo oo loo sheego way dilkan hadda ragan aan soo sheegnay iyadoo wadanka dil badani uu ka dhacay oo mid ajnabi iyo gaalo iyo muslim ba Soomaalida dhexeeda ay geysteen intaba uu lahaa kan waxaan u soo hadda u xuseynaa waxa weeye dil la diimeeyay oo xarakada ashabaab la yiraahdo hadda raggan culimada ah ee meesha ku qoran ee u dambeeyay sheekh Cabdul Qadir Nurfarah iyo doktor Ahmed Haaji Cabdiraxmaan gacantooda ku baxeen magac diineed iyo islaam in wax la tarayo magaceed baa lagu sameeyay markaas waliba waxaa jira laga yaabo in arrinka diin loo arko ama dadba ay taageeraan ugu farxaan walciyaadu billah ama umalayaan wax ilaahay loogu dhawaanayo arrinkaas marka inaan ka digno oo inuu isaga naseexayno weeye cuquubaad baana ka soo degaya
dadkoo dhanna ma dhaafayso soomaaliya oo dhan cuquubada dhiigga saasahi ee xaaraanta ah ee ku daatay ee halkaa ku sawiran safkii horeba ku sawiraya dhiiggii dr sheekh cabdiqaadir mulfaarax raxmat ullaahi caleyh safkii hore masaajidku baxay gabalaya arrinkaa horta dilka ah iyo nafta goynteeda sababta ay u baxeen weeye sheekh cabdulqaadir nuur faarax sababta loo dilay intaa wuxuu la taagnaa ilaa 120-kii sano soomaaliya hadda dib ka tagay inuu islaaxiyo inuu yidhaahdo dilka hala joojiyo dilka xaqdaradaana halaga joogo taasuu u dhintay inuu yidhaahdo jihaad maaha ciddii ismoodsiisana waa qaldan tahay waa qaldan tahay waxbaa ku qalloocday sidii horay dad hore ay ugu qalloocatay oo dad akhyaarih ay ugu baxeen waa fikirkii uu ku dhintay cismaan ibni cafaan waa fikirkii uu ku dhintay caliy ibni abi aalib radia allahu canhuma labadii khaliifa raashidka waa kii lagu dilay zubeyr ibni alcawaam radia allahu canhu oo min almubasharinta 10 ka mid ah waa kii lagu dilay talxa ibni cubaydillah oo 10 mubasharinta ka mid ah afartaas oo 10 ka mid aba dad muslimiin ahoo janno ku doonaya dilay laakiin waxay xambaarsanayd oo gaal iyo cadow islaam ka shaqaynayay sidii cabdullaahi ibnu saba oo sawradii ama kacdoonkii cismaan ibni cafaan lagu dilayay ka shaqaynayay middaanna kama marna ama muslimiintu ha ogaadaan ama yay ogaanin walaalayaal marka dilka noocaasa ummadda soomaaliyeed horta inay ilaahay dhammaan uga wada toobad keento wey musiibadan inagu habsatay ilaahay gaalada inoogu salliday dhulkeenna ilaahay ugu salliday hantideenna ilaahay ugu salliday innagii aynu tashriin inagu dhacay adduunka aynu ku kala bayhoofnay cuquubaadkaasi waxay la soo degayaan waxa ugu weyn dhiigga qulqulaya ee fududaaday oo qabiil laysu dilo oo aana laysu dilo oo qof meesha iska maraya dowlad la-aan iyo fawdo dalkeenna aynu ka dhigno oo ku raalli noqono weli oo rabno fawdada iyo dilkaas inuu weligiis iska sii socdo sidaas darteed anigoo culimada hadalka u deemaya si aanu ila sii tashacubin xalaya walaalayaal dilka ruuxa muslimka ah dembi shirkiga la galo kadib oo ka weyni ma jiro waa in arrinkaas marka beri laga noqdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kullu dambin casa allahu an yakfira ila man ashraka billah aw qatala mu'mina bigayri xaq qofkii ilaahay u shariiki yeelay ama qof mu'mina dilay dembi dhaaf ma leh culimo badan baa saa ku tagtay nebigu calayhi salaam wuxuu yihi aballahu an yajcala liqaatili lmu'mini tawba qof mu'mina qof dilay tawba ma leh buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni intuu ilaahay weydiistay oo nebigu calayhi salaam u dooday baa laga diiday ilaahay subxaanahu watacaala waa qof uu carooday waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'u jahannam ilaahay jahannam uu goodiyey khaalidan fiiha uu ku waarayo waqadiba allahu calayhi ilaahay uu ka carooday walacanahu ilaahay waa lacnaday waacadda lahu cadaaban cadiiman cadaab xanuun badanna ilaahay waa u darbay nusuusta walaalayaal sidaas waadixa u ah laguma banaysan karo qofkanu dembi saasuu galay iyo shaki waxaasuu sameeyey iyo waa islaamku kasoo horjeedaa iyo meel saas iyo waxaasuu sameeyey waxyaala idinku sheekeen diin maaha wallaahi aladii laa ilaaha kayru inaanay diin ahayn waa diin xumo waa diin la-aan waa dembi adigoo halkaa birmingham jooga ayaa waxaa laga yaabaa dembiyada muslim dhiigood u daatay inuu korkaaga noqdo yowmal qiyaama lagugula xisaabto nabigu calayhi isalatu wasalam wuxuu yihi dembi waa haduu dhulka ka dhaco qofka ka fog oo raalli ka noqdaa waa sida qofka xaadiray oo ka qayb galay buu lamid yahay marka taas waa in laysaga digo culimada dilkooda laguma dhiiran ilaa markii la iftooday in la laayo ulayihi xaqii kasoo horjeeden dad ku iftoodeen sidaas oo ku dhiiradeen markii erdigooda lagu dhiiraday oo makhaayadaha lala fariistay culimada gaalada u shaqaysa culimada jawaasiista gaalada u ah waa nin aan weysaysan oqoon ninka saa orana waa nin caruurtiisii dayacay
waa nin xaaskiisii dayacay, waa nin meel dintiisii taallo aan weyn cayr qaata, makhaayadbuu fadhiyaa subaxdiisu u soo jarmaado, wuxuu leeyahay culimmada islaamka inuu falanqeeyo, dadka akhyaarta ah inuu falanqeeyo. Walaalayaal, waa diin xun, ilaahay ha looga raaco, ilaahay ha looga toobadkaan. Qofkii dembigaas ama musiibadaas oo kale haysataa ha ogaado inaan diin u harin, ha ogaado inuu wuxuu salaad iyo soon tukan ay la qaatay baaba'day xaaliq inay xeertay waa inuu ogaadaa. Walaalayaal, naseexo wey, Alla isu naseexeynayo. Markaasaa lagu dhiiriday oo wiilal yaryar oo dhallinyaro ah laga buuxiyey, qalbigooda la shaxniyey oo la jaarjigareeyey, lagu jaarjigareeyey caro iyo nacayb heer u gaaro qofkii sujuudaya oo rukuucsan masaajidka inuu usoo galo oo ku dilo. Ayib, subxaana allah, adigu dadku markay sujuudayaan adiga aaway sujuuddaadii, dadku markay rukuucayaan adiga rukuucdaadii meelay, dadku markay salaada iyo safka hore u ordayaan adigu safkii hore xagee ka jirtaa? Maxaad ku mashquulsan tahay? Ma ruux muslima markaa inaad disho baad ku mashquulsan tahay? Laakiin haddii qofka uu ku dhaco caqligiisu hadduu daboolmo, waa musiibo weye. ilaahay subxaana wa tacaala naguma rido. Waayo cabdulqaadir saan sheegay raximah allahu tacaala, dad ka fadli badan baa fikirka markuu saa noqdo uu ku dhiiraday ninkii dilay cali ibn abi taalib radia allahu canhu, oo dhulka waxa markaa jooga qof ka fadli badan aanu adduunka korkiisaba saarnay, wuxuu yidhi nin ammaanayay, yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ilaa liyanaala min dil carshi ridwaana inii la adkuruhu yowman fa axsibuhu, maalin ayaan xusuustaa buu yidhi. Ninkaa markaan soo xusuusto waxaan u malayaa dadka adduunka ku nool kan ugu fadli badan inuu yahay. Ku dhufashadii uu ku dhiftana waxay nin taqi ahi ku dhufasho uu ku dhiftay oo ilaahay raallinimadiisa uu ku doonayo. Hadda u fiirso meeshaas, yuu jannada ku doonayaa? Wuxuu ku doonayaa Cali ibn Abi Talib. Maanta talina haysataa walaalayaal, mintaa u eg weye waa musiibo. Xallanahay ilaahay subxaanahu watacaala haynaga badbaadiyo, fidnadaasna ummadda ilaahay subxaanahu watacaala ha ka hayo. Waxaan kusoo khatimayaa warkayga anigoo culimmada u deynaya in walaalayaal waxaynu u baahan nahay inaynu dib isugu noqono, inaynu ilaahay toobad keenno. Lagama maarmaan weeye haddaynu rabno diin inay ino baaqi noqoto, dowlad dadko dhan halata iyo maamul laga boqo oo haybad leh dhulkeenna inuu ka jiro, waa daruuri walaalayaal, daruuri weeye. Haddii kale nololi ma jirto, diinna ma jirto. Diin ma jirayso haddaanay lahayn dowlad istaajisa, ma jirayso. Culimmada islaamka oo dhan saasay isku waafaqsan yihiin. Marka hadday xataa dowlad xun tahay, waxay yidhaahdeen culimmadu waxay dhaantaa dowlad la-aan iyo fowd. Lixdan sano inaan rogday in hal habeen baa ka daran oo dadku ay dowlad la-aan yihiin, sababtoo ah waxaad aragteen baa dhacaya dhulmi, waxaasaa dhacaya qof la qaban karo, qof la xukumi karo, qof dhiiggiisi la raaci karo, cirdigiisi iyo maalkiisi qof la raaci karo, meel loo raacdo haba yaraatee fowdas ma jirto. Walaalayaal, diintaas kuma jirto islaamka, ummaddusaa ku jirto kuma jirto. Marka waa inaan u kacno Soomaaliya oo dhan in fowdadaas walaalayaal ay dhammaato. Kowna waxay ka tahay majmuucaadkan dagaalamaya oo ugu horreeyaan wiilasheennaan ay ugu horreeyaan inay ogolaadaan inay xabadda dadka ka daayaan. Haddii kaleeto ummaddu ay gacanta ka qabato oo tiraahdo joojiya, ummaddoo dhan naftaysuwa timaada. Haddii kale waynu dhammaanaynaa, waxay nagama harayaan waa dabar go-ayna, ummad naga sheekeeyaynu noqonaynaa. Marka waa inaynu isugu tagno, meel uga soo wada jeesano, ciddii kasoo baxaysa fikirka ka tanaasulaysana ummaddiisu way aqbalaysaa. Kii kaleeto aan ka tanaasulayna gacanta laga qabto, unsur akhaaka baaliman oo madluuman wey, gacanta lagu qabanayaa. Gacanta markaa ummaddu meel uga soo wada jeesato wey, kabacdina ummadda soomaaliyeed ay isu tanaasusho. Oo waxa kale ay ku jirto dalkeedii inaan weligiis dowlad noqon, si aan maanta khudbadda ku sheegana dhulka kaleeto inay ku joogaan edab iyo ixtiraam iyo sidaas inay ahaadaan, oo maarata traffic light-ka ay xataa ka dambeeyaan, yaa dhulkoodana ay rabaan fowda inay ka socoto, dagaal inuu ka socoto, xabad inay ka socoto. Caqli isqabanaya maaha caqligaas, waa caqli gadoonsan dabarogan wey. Marka ilaahay aynu ka baqno.
taasan ay leh gobaqano ee nimankaas aan yar lahaana waa in meel lagu soo wajisto salkeelway waxa soo haray shubho dadka lagu maaragtay badanaaba dhalinyarada qaarkeedna lagu xiyo oo ah dadkii cadow baa jooga ciidamo jooga ugandays baa jooga waxaa jooga burundis waxaa jooga kada waxaa jooga kada waxaa jooga kada horta ee dadka muslimiinta ah oo soomaaliyeed dad muslimiina weeye guud ahaan labo waxa cadowga ku khasbay ninka walaalka ay hedinayso inuu cadow kaa raadsado oo kaaga gabado bal adigu horta isweydiiyey sabab ma ku leedahay sabab ma ku leedahay inuu walaalkaa cadow kaa bido inuu ximaayo kaaga galo qodobka saddexaad waxa weeye walaalayaal haddii soomaaliya heshiiso oo dadkanu ay heshiis iyo nabadgelyo ogolaadaan dalka soomaaliya gaara ma joogi karto ilayna rabina ma joogi karaan marka umuruhu way kala horeeyaan inagu horta aan isu soo noqono aan heshiino dadkan xabada wadaha ee nimankan layaa shabaab waa inay ogolaadaan ummadda inay soo hor fadhiistaan kama weyne ilaahay subxaanahu watacaala sharcigiisa cid ka weyne ma jirto ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dadku muslimiinta hadday dagaalamaan waa inay islax laga sameeyo waa inay ogolaadaan ilaahay iyo kitaabkiisa inay u noqdaan marka waxaan leenahay iyaguna ilaahay iyo kitaabkiisa ha u hogaansamaan ha u soo noqdaan kitaabka cid ka weyne ma jirto kitaabkana cid gaar ulihi ma jirto horay baan anigu waxaan wuqbi waxaan xataa ciddii aan raalli ka ahayn culimo soomaaliyeed culimo islaam baa la raadin oo xaqa ku kala xukunta laakiin qof aan ogolayn inuu kitaabka ilaahay usoo hogaansamo oo usoo joogsado ma xukumi karaa kitaab ilaahay jawaabtu waa maya marka waa in ummaddu meel arrinka uga soo wada jeesato inta hambada ay hartayna ummaddan ay baaqi yeelato haddii kale masaa'ibtu sidaasay u soconaysaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ummadda ilaahay subxaanahu watacaala dhibkaa ka dulqaado ilaahayna subxaanahu watacaala masaa'ibtaa naga dulqaado rabbina subxaanahu watacaala wixii shar wada sharkooda ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay iyadoo ku celiyo sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbihi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مناسبة أن عاوز سؤالي من ومناسبة الشيخ محمد الشيخوي اللي سوي ما عنده ومره رشاقي أن حسوس أنه wixii duguse la xidhaana aynu isa siino runtii wax muhiima wey sheekha maanta baxay ugu dambeeyey mashaayikhdan laga sheekeeyo dhintay runtii xusuus gaara buu leeyahay waxay waa sheekhaasi nin caalimkaa buu ahaa nin weyna ah caalimna ah in badanna dacwada kusoo jiray aniga runtii markaan dilkiisa maqlay anoo markaa safarka in baan maqlay ayaa lay sheegay layidhi shacbaqadir beledi shacbaqadir aqoon baan u lahaa xusuus gaarana way igu lahaa culummada way iga tilma ragga iga tilmaamin buu ku jiri sababtoo xamar markii raggii khariijiinta ahaa jaamaca islaamiga ka soo baxay ay yimaadeen sideetameeyadii bilowgeedii raggii wax akhriyey buu ku jiri akhriskiisu aniga wuu iga duwanaa mashaayikhdii kasoo baxday culummadii kasoo baxday meesha wax badan baan kawaxbaan ka dhegdhegaystay waxay akhrin jireen cabdilqaadir sheekh cabdilqaadir raximah allahu tacaala akhriskiisu wuu iga duwanaa ragga kale maxaa yeele miisaan buu lahaa ragga wadaadada kale rag badan baa sixulan jirtay ragga akhriskooda dulduul baa ku jira laakiin isaga akhriskiisa dulduul muu lahaan jirin akhris miisaan leh oo muxuu ahaa wax sheegiisu wanaagsan yahay aqoontiisuna ay dhisan tahay arkaysa inuu dhisan yahay buu ahaa dad badanna way ku intifaaceen akhriskiisa way ku intifaaceen insha allahu tacaala waxaynu u rajeynaynaa ilaah idinkii waxaynu uga rajeynaynaa inuu ilaahay rabbi subxaanahu watacaala shahaado u siiyo waanu ilaahay idinkii uga rajeynaynaa wey ninka qofka kaasoo kala dilaya ama ka shaqeynaya inuu dila waa qof la rogay wey ama cidda sidaasi waafaqsan in sheekhaasoo kale in la dila cid markii la rogay wey nebigu sala allahu calayhi wasalam dadka afkaarta noocaasa qaba
وسي شهدوا حديث الخوارج ومعروف البخاري ومسلم كتب لك الحديث قبل في له مركي انك ويمي فكره النوع حق ترتقبه النبي صلى الله عليه وسلم وكل يعدي نوع كل عدالته من كل نبي وحول قيمنا بو كقر عواي مروح سيد قيمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعدل وكل يرد النبي صلى الله عليه وسلم وكل يرد إنه كل هذا النبي قال له عدالة من سمين سيد عدالة النبي وكل يرد وفق ربك الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مركب وحي جيدي مركب وحي صحاب عن عمر هذا هم ملايينه بايني أندلو رسول النبي قال من كان حكى صبح نوع عيسى وحكى صبح الدوانه فباك صبح الدوانة تحقيرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ومن كان ينوعي سبا صبح الدوانة أو حنوعي سكا صبح الدوانة ضد مركة صلاة دود الأركتان تينو إذن لا يران صوم قود مركة الأركتان كينو إذن لا يران يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية دين توحى وقبح يا سيدا أي فلاس بوحى الغوغ أنا وقدس دو بدين تقول حدس يا موش وحيا النبي صلى الله عليه وسلم قلت له حكى ماذا هنا القرآن كآخر أيام محاولة يجاوز تراقيهم إن أن القرآن كآخر أيام أن كرحمة هو سود أدقه موش طب مركا قرآن كود أدقه ذاتك أفكار تصوك على قضية كل قضية ومسلم إلا يسكدلو وفكر داس إسك عبية وحوي تد أن قرآنك إلى حجر النوم هذا آياتك لا نغفر تي محام مناسبة لا نغفر تي ودرك يسين سيد الله لها حق مسلم خد دورة لا نولها إسك دا ديك يسين الله دادية أو وحل العرض ديك يسين إسك إلالية يعني شرف دي يسين الله وعدان إسك إلالية هذا مغعي حمنا إسكو الشيقين هايس حماننا نحوها ولا يغتب بعضكم بعضا كل بذي استيلك رتوجي ديك السلام قال إلى الله يا سما إلى سبحانه وتعالى قرآن يسمو على كل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يدعن إلى سبحانه وتعالى ما عند أنت أو يدعن قف مؤمنه إن قف كل مؤمن الدل إن خطأ دلك كل عمه خطأ عسى ندب قدر إلا كل يموي خطأ نوح وي وحان قف دوبر إن قف كل الدل أو محمد حق عني كقد عدوي تاس وين قدر الله كقد عد تاس إن دل كقول يمادم ويه سكالة سكالة إن بيو كقد عم إله سبحانه وتعالى قف قف من منين ودله مركب مركب سوولي بكي خطأ وحكود دل الله كم حارن لا سبحانه وتعالى كم حارن والله ما حارن أتوقع ده بتكود شيء إلا إذا عكتي زد دم بكم ولا حكم بدرين لكن هذا الله كم حارن ديالنا والله قاضية جناحنا والله سارية كأنما إلينا اللي هي كأخذ أي واحد كود لي دكتور مدير الحريم مسمينين مركز جناح الله سبحانه وتعالى سارية وكفارة الله سبحانه وتعالى قرآن كسارين وحقب حرية هدي كنا شهرين متتابعين أدا أدو أدو النف أدون وحرية هدي أنا نجرين إنه الله رب الأرض حرية الصوم وكل جوز الحين بلا جناح حصل لصاريوي ولكن أنا بجهد القف إنه دلو إيه مثلاً وقعد ويسكتون يدمع توقعني قف بس كل حتي حبيت جزء كل حتي وأكون عادي أنا سوي جيد كاز حتى جنا حاسين لا سعر وين الله برضه حليل الصوم مركا نفتي قفك مسلم كأساس الوقت مركا قفك قرآن قرآن كاسودن صور نافية يعني وحاسودن أركهين وقرآن قلبي يسمى قلموي قرآن قلبي يسمى قلموي مركا وحوي إما كمسألة ذن حدا شيخ دي المدي دي الكيسة مال بالغو اعذين ايه ما شاسي واحد لقى السوق ايه هده اسلاني ما كجرته انا الى هذان سعادو الى هذان حدا يعني انا وراك اذ مرة راعين لك واحد مغلي يقف يلا بقى يقول يجو حمو اغين ايه ويقى الله تريه يقول انا وحمو اغين لكن واحد لقى دوني هده اسلاني ما كجرته ودين الله كصعدان إن عدة ستلاحظوا أنه يان عدة أتباع ذا أمران إلى هذا القف من هو إسلامي للدين تتكاد دعوة كجر هذا دونه هذا خلاف سنة هذا نجوا هو أركان الخلاف سين
إن أي إعلامي أن ساسو كلابا تلقى سوية مركز تاوي سعطا ما يقول شيئا بلقى سوية يوي تاس إلا يورتي سبري كن نقوم كران ووحنوك لأيك قبري نقوم كران وي إما قانا مسألة نوك لدي عشر بأيك وجرؤو إن أرتا إن أفكارها سيلقى الدكتون الله فكرة خطيرة هذا خطير أوي وحوي ودينتي ألون لقرانين قرآن كألون لقرانين النبي صلى الله عليه وسلم مركو فتن كأي وحاس حديثة إن وش كأي وحدتك كدر دار مجري وحورن جري كتاب كأي سنة قفص دوي هاي وقف كتاب إلهي فهمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفهمه وحق لي ما يو وحق لي إياه قف مدحي سمرية ولا عبي باقي لي لكن قف قلبي سو لا عبي وعبي قرآن كإلهي عبي ودينت إلهي عبي وحاس قلي ما يه انت أصلا نصب قرآن كجرؤه كل أمر إياه إن قفنا مسلم فالله إسكا إلهي ودلك إسكا إسكا إلهي حتى عرضي إسكا شرفتي إسان للناوع حب قال له قيسني وحوي قتل وسوء شوخ وبين وشاقي بعد الشرك بالله إلهي الشرك قيسي وحك وحس دمية سوحية قتل يا صلى الله أنت أقول لبا سمرك أقول مرك الدنيا هل كأجار سيسن سلعة سئة خطرتها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وفما مؤمن في الدين تيسا واسع سنان بكجرة حتى نقول لك سلامات قل حتى نقول لك سلامات قال لك سلامات حتى كبعه وحوي الرجل يسوي اللي ذاته عذاب قال له خطر كجرة وحمو طيسان إياه عذاب قاس قرآن هو الشيء عذابك يا غضبك الله يا عقوبة ذا وين بمرها متيسن يا مرها وحات خطيرة أوي مرها عدة وحوي وحاسوك للجليسة وحوي عد أن قرق الله بك أقولني أنت ألا أنا مضعون أي وطع با مرها وحاسوك للمرك الجلي أوي ما بعد قرنا يسا أهمية ذا دردار النبي النبي صلى الله عليه وسلم ينو دردار ما فتن كانوا دردار مي إيه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أضوا عليها بالنواجذ النبي صلى الله عليه وسلم وحجيدي كيسين ولا هذا صحابة يسيرون والبسلاء كيجيدي وحارك الدوانا اسمان داف بضم وحارك الدوانا صحابة مركة دوابع يقولون والبأك يسوان ما سيدنا بوشاك وعدعك يسوان ما يا صحابة يقولون مركي عمر للدين لقبلها اللي يقولون المجوسي يدلي كيما عمر بكا يما عثمان تطبقوا كعيو يدلي سوى قرآن آخر سنة يدلي علي بن أبي طالب صحابة دي جوغا للدلي رضي الله عنه وانين كيو النبي سيشاك صلى الله عليه وسلم ولبا علامات كيسو سيشاك وكوا انت يقول الله يبو ولبا قار كو دير علامات النوع عاصد كو أركد دون تنقار سياسة كو دحجر وطاق الله دلقو دحارك كو النبي علامات وشاك الله وارك كو ينبع علينا رضي الله عنه الدلي مركا وحوي فتنة النبي صلى الله عليه وسلم سيشي ويجي كيسين ولا هذا فإنهم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا الصحابة دي يقول النوع با دربوها وحصوب بحدي أفكار تأسيب ابن آدم قوحة جرق وغلو لقوا ما يقار غالية وغلو سميني ابن آدم فلقوا ما وحصوب بحدي الصحابة دي النوع با خوارج تاع صوب حوب يقول دبر النبي صلى الله عليه وسلم من مدحك جرى واجري وكون نبي وش عليه يقول حوب صوب حي يقول حوب ولا ما نسكو قرص هذا صوب حي يا قدرية صوب حي الصحابة دي النور كل قدرية اللي يقولون جري يقدر كديدي جري إنه فات القدر قدر كان فين جري با صوب حي مرها النبي صلى الله عليه وسلم مرها من حبيبه واحد قبستان بوي كتاب ما حد قبستان يا فسير اختفر عليكم بسنة طريقة يا قبسدي بوش النبي قال طريقي سمحوها توحوها إن كتابك لو عمل فلو لقول دقنا هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول دقنا هذا قفك قرآن كلا يخوص الأغان يكد ذا قرآن كلا إنو فهم وحوش يقين ينقرته كما صورة قلي كرته إنو حيالها سوكاله أفكارها النوع سوكاله قلبي سينا قلاه كما دعي كرته لكن قفان قرآن كإلهي اهتمام سينين سنة النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام سينين ماذا حيث أفرعتك استوى حوشها كتا
cid kasto aqaladiisa cabaysa maska madaxiisa u fura waxyaalahaas oo kale markuu ay geli karaan wey maxay waxa loo sheegaya wad aragteen dadka noocaas oo kale waxa la yidhaahda waxbaa la tustusa meedaalka waxa la sameeyey kalada waxay sameysay meedaan arkahayn dadkaasi waxay sameeyeen meedaan arkahayn kuwaasi xaqa u aamusay meedaan arkahayn qofkii waa la cabaynaya wey waa la cabaynaya intaasaaba kicinaysa wey waxaasaa lagu akhrinaya in looga dhigaya waxaa laga tegaya marka nusuusti qabciga ahayd ee cadcadayd ee qur-aanka alla aha sunnada nebiga ah allaba laga tegayaa wey marka innaga waxyaalahan oo kale casharka inoogu jiraa waxa weeye inaynu inagu kitaabka ilaahay aynu u noqonno sunnada nebiga sal alla slam aynu u noqonno dadkeenna aynu barno qur-aanka alla iyo sunnada nebiga inaan barno dadka waxaa jira imaga zamaanadan oo iska fara badan dad dadka luminaya iska jira oo daldalankoodu badan yahay marka dadka caamada way ku kadsoomaan waxay ku odhanayaan fulaan siduu wuxuu sheegay miyaad arag waxa sheegaysa waa daldalan daldalan uu daldalmaya waxa weeye hadallo isku dhedhejinaya halkan wadaadkan hadal ka soo qaadan oo kan hadal ka soo qaadan oo kan hadal ka hadalaas isku dhedhejinaya marka fikrad qalloocan oo isaga ku jirta buu dadka cabsiinaya dadka caamada iyo dadka caamada qaarkoodna waxay odhanayaan وهبل با من كان كاسوان الشيخ ابو خطر هو عين كاس الاردن يوم حوي حوي دلدل كان يال لو كتسوم قف قف سو اسك دلدل ما معنيه هو علم بدن يحي ما حوي صحابه رضوان الله عليهم اي سلفي ما دلدل بدنه هذا اللي ربي هاير كتاب الهي سنه وداس كل دغن بي هاير قف علم قاله muxuu ahaa saxda ihi oo qofa kitaabka ilaahay ku dhegan ee is ilaalinaya diintiisa ilaashanaya kaasa saxa wey qofka laakiin ku macaaniyay rag liiskii ugu baran baa jira oo waqtigii ay nabi joogi lahaayeen ay soo gabagabooneyso sida ugu marka waxaan mikrofoon ka dib dhiib doona insha allahu tacaala faarax saciid oo dadka u yimaada faarax deer masaajidka dhinaciisa waxaa ku taala madarasa la yidhahda imaamu shaafici madarasadaas suurat barbinaas ilaa iyo babara fursuna cala qowmi lkaafiriin halkaasaan ku bartay shaabubaadi madaras nola ahaa unoo imaan jiray suura talaada ayuu halkaas noogu bilaabay nooguna dhameeyey taa waa mid tan labaad xilligaa sheekhu wuxuu akhrin jiray tafsiir masjida guuda masaajid la yidhaahdo masaajid ugu horreeyey oo dawl laga aasaasay suuratu nuur qul lilmuminiina yaquduu min absaarihim wayaxfau furuujahum halkaan markuu marayo aayadaas caro waxyalanaa ka tilmaamay sheekha iyo dacwadiisa iyo qaabka wuxuu akrinayay sida ogtihiin sabtida habeenkii soo galaysay bilaabataa duruustu lix maalmood baana la akriyaa oo jimcada habeenkii soo galaysay ka baxsan lixdaas habeen oo sabti ilaa iyo khamiista sheekhu aayadaas keliya ayuu fasirayay qul lilmuminiina yaquduu min absaarihim haddii lagu soo istaajiyo oo yidhaahdo ayada fasaxo ayaa loo dareen kaga dhamaan lahayd intaa kadib shaabuqaadi waxaa laga yaabaa qaadku u dhintay cidalba way ogtahay inuu ku ducaysan jiray in ilaahi subxaana wa tacaala khaatimo wanaagsan ugu khatimo waxaan leeyahay ama aaminsanahay sheekhu waa dhiman lahaa mar uunba adduunka muu joogeen laakiin midkan dilay umniyadii sheekha inuu u xaqiijiyey taasoo ah umniyad kullu mu'min qof isagoo ilaahi subxaana wa tacaala hortaagan inuu dhinto waxaa kaloo meesha ka muuqanaysa waxyaala badan runtii oo qof qalbigiisu iimaan ku jiro uusan samayn karin masaajid kabana la galaayo kaba waan ku tukanna waan ognahay waana sunna waayo laakiin qaabkan u dhacda waa istikfaaf lagu sameeyey masaajidka qof tukanaya la dilo kama hadlaya sheekhnimada sheekha kama hadlaya da-diisa intaana waa intaas intaa kadib waxaan leeyahay ikhwaani fillaah aniga waxaa la yidhahdaa faara dheer saciid maxamed magaaladan deganahay fulay xadiis mooga ma mooga
رجع هذا أريته الله صاريو إيه حركة الشباب كأه ولا يروح نتابعهم جيل دولة أنا يبروك أو وولا يحري إيه هذا نفتي هذا نقول إيه ليس أنا هاي سؤالنا هو إنت أنا وحنا رواه لك إلى نيراضه فكرة عين كانه ومساجد الجميع وضدك سرادة دوكانية بسكحة ومساجد كدالين هي بريبان كاه أمام الله بريبان كاهي ومدن بريبان الله حركة الشباب ولي يمن نظر وحركة وي عضو الله من نظر بيعالغو قرب لكن فكرة حال وحيالة الصعرة وضدك بغلك وبغل تاقير مغي عدوان ويبروكته من أخر سنعيو أن تنهضيك شغل يدو بريبان كهي فليبلغ الشاهد منكم الحاضر الغائب منكم الحاضر الحاضر منكم الغائب إن شاء الله تعالى قرسي وقفكي أمام الله والحاجوني بريبان كهي فكر كاس كومن الجيرو مساجد القلية كبه القلية محكمة أحلية مسكحة من آذن كان ماشا قدالي من الشباب أحلية فريم بمدريا رقم يراها أنكو سوراني توضبضن أما كل يغلو آلي قارو الشيطان قارنا ميس كهد نميس الشيطان وحن حصوص تشاهم بغدان كصوب الله تعزيب أدل لكي سي عطولي وانا كمان دنبين ودو شك ساري مايو الشيخ عبد الغادر وحي الشيطان وهيلا يغا الشيطان حالا يهي قروين يغا الشيطان حركة يسامحنا وحي الشيطان الدكتور أحمد عبد الرحمن بيان باك صوب حي وحن كعصرها إلا ما تقوم حلية هاي شباب أكدم لي ضبع لي من إلى هذان أو محا عضينا يا وحا أدتا سنتي كلفة يعني لي هاي وأيها سوف يكون بيسن كهالي ما يسن بيني ولا لا كهالي حركة الله خلان شعر زروا سفين معها شعر مصنع فين معها تيوتر وليه نفعك قرآن أفين وليه إنا شكتان أما إسكبر يالا وفرين حبي الشيقان يانا سيد الشيخ أحمد المحوحة ستور أحمد إيسان روشيقين ستور أحمد عيدي كما خضلين بيان بالله صلى الله عليه وسلم حفيظه كصبح نوتيه سنع دين تاسنا وان لا يوحادر كي قصوك بقبين إياه إلهي سبحانه وتعالى الشيخ أول حريصه أنه من البريبان كاي جزاكم الله خير خير الله سيو وتعزيا هذا الشيخ إيوه ضد المسلمين تأكل ذهاني كان صوما إذا أي أيقنا أن فوق السين دون هذه لا إيران لكن واحد صوما كم إذا طبعا إن شاء الله تعالى بريف الله مشهور صلوا عملا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الأحبة رمتي أرهين مربلها دعذي بذكر مركي دبتالك رأي دعضه عبدالست الشعوبك أي قيبك أهل نفسك وحد عليه حالة فرحن لقد لي عالم من علماء الصومال ذلك ما يشعر فريه ورانا شيخ أحمد بغوف وغايو جبوتي معلم كي سوى معلم أصيب أرضي كي سوى معلم نغري وحن كمدها حقا أرضي كتاب بخاريها كبير يستيبان كمدها مزيد كيولين حمد شيخ رحمة الله عليه حقيقة وحي مفرق من ماءها لكن وحي مرلا أن يسير إلهي ومن سبحانه وتعالى نبي محمد كل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد بشر طاهما أن ينواره أفإن منت هداد دمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم الخالدون كوا ما يقع واري وهو وار الشيخ عدي الدشي هدو أصور بنتين أفهم الخالدون وحن شيخ كجرمين لمن أيام كل نفس رائقة الموت حتى إن التعالى نور استاغيان سبحانه وتعالى وحي إيقستين ومن يعتصم بالله فقد وجه إلى صراط مستقيم أفكي إلهي كل لغانا
ودر حقا ومستقيم قالوا توسي كنت هذا الكنيستيس وحاو كبنا لدي هذا الذي قيمها بنا علماء ذي الهدين أي مقبصنا كتاب كإلهي يسوع النبي المركة المحيرة أرى إنتاس كيرا نكتب أنا سيكور بين الحقيقة أن أضبطكنا الدريمية يعني من أي ضدكو مدفر ديين مسائشة تنواصون نقول نقضين ضد فرق بضانو هل كان مسلمينها إذين مبضى أو مدن بيش عبد القادر واحد دي لينا دور قضب وي الله بنتي مدوى كورة دراكسنة وحاج عران لها ضدك مسلمين تو ماشا بسوقين دي مسلمين تو عني وذو قادان وحاوي المسلمين تو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ديتي وكاري رحمة للعالمين أهيد نبدأ يكسر السعودين بسكون ما مليين نبقى استرها يسكون حقا بينا فتر كسترها يسكجرين خلافة المدى الميسي عثمانية مركي أي بربورتي مسلمين تقفل باوهر كل جسهاري سنين خلافة المسوء إليا ندي لهذا المسلمين تا عبادات كان كل راضي أن الصلاة غير أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ندي لهذا رسول الله سبحانه وتعالى توحيد بار الله صوت إلى أمتنا رأس ما تغنى اللي مبدأنا وحاوي قول لا إله إلا الله وي ذلك إلا عقيد ويرر من إله المرسل سلطة يأود على لقاح الخلي علمانيو إيه رسول فكري وانقبصري أينو باوك يأود إسرائيل نبدأ كل هذه المهلكة إنو كر هذه إسرائيل أنت هسيلا وحاوالا بريركة صلى الله مري ذلك إياك أهيني ولدوني إن الله الدين تسقوه ضمن الفريان إن الله الدين تسقوه قرقارا أزمانك بعالم الإسلام تسقوه قربي استعمارك وإيمين وحي فلسطين على قبصته ومسلمين تيو أركيو بلا لبصور لبصور هرم يو يمير وربما نوك يهود أها بيت المقدس لقيم مسلمين تيو عارم هدي أي عارم ويدمعين إن إسكبعيان وحا النوع عاسة يدواتها ولي وحاتا حقان أمرنا يوصير ذا وحبون وحا كسو قردي وسائل كي يقعها وسائل استعمال كي والدياريين ومبدأاً أمنها جيداً على مرضى أما سكو لارك اللي لهذا وكيف كم من المسلمين تيو أركان إنه يكدر ذهي إن دفكو كرامة ونسوال الله عبطه دلال كاس تبكى بضان المسلمين تقبصري إيه قلبين إيه قامنين دفكى مسلمين تواي كدرك سيني قفك استاء مسلمانا شعورك يسمكو إلى علاها بقيسته وحا أمه قني واو أركا واو كحانو صنيا وحالبيها بحليه تقاركين دم مسلمين اسكوا بيان حتى ايه بنا يسرم انا يوم اركان الاسلام كسو عليان اول بروف المركز جميل وقير وحي الصعود طبعا وحن روائن لنا اسوكي الكرب ولا نوارو هذا الله حتى عددكو إليهن وليس بدك مسلمين تأكارنو حكد حقوح يخيركي الاسلام كي إلا براديو لكن وحا خلاف كتاجين تامها خلاف وحاء كتاجين ورقلوا عبا قالين دوست إسلامك إسلامك سيد اللون دوني قلوا عبا قالين وحاء قالين إني أبو رمتين منطقة الظلام المقدية وأنا لنقرن كريم حقا يبان تلك ومنطقة دي حد قد نبيس الشيخ محمد قلت المامي أو أهو قفك اللي اندلي إنا لا هذا قفك دلينا أنا لا أقول مسائل يقول له دلو لا يظهر طلو أين النقطة لبعض المسلمين تسور رهبتي إيه سنجرتي ولقيت إيه قف كسر مسلم كجده تسيه إيه الله صو أما هذا أرتاس أول اللي راهو مسلم كواحكم قيهم فلسطين بالله يستاء العراق بعد لبعض كتير قلته أفغانستان واحد كده علم قشير بالله عليكم ما على كده كده حيزته يهرب كتوسكو كده حيل إلا الدلو شيخ علماء والدعوة اللي انتها كسو جري إيه أفراد مجتمع الوحبوان وهم مسلمين محاكا خسائي نباتين قوذة مسلمين تهيزت أولا غيابا إنو كاكا خرقية حنون بضيه شيخ عبد القادر أي دعي كرتكو أساق اللمنا إنه كيكو ليه واحكا لما هو قلع وإلو لإلوي لإلوي إلهي سبحانه وتعالى وحيه إن حسوسيني وكتابك إلهي يسوع النبي
وحنا حسوسين إن جلوني إخوة وسائل كوحة أتربطت رادنيسو قالوا أيها سميسة تفكر كاسم كافيليقة أو أه إن هدفك وما دام هدف لغي وسائل كيران وقادين وسيلك استقوا أدمرته شاككو مريد محايا وحفي عن باوس عطا كتابك إلهي بالقارية دينتي بكر لوق هذا مرك مر الله لما شيء كل مرته مري أو وسائل كاو إسندين لا الوسائل أخوة مقصود لا يبرر الوسائل واحد دناين يسوع ما بنينا هاي وسائل كذا أيها الإخوة في الله رنتي وحن أرى لها ولا لها إن أنت هذا فرتو يكون جد أنت إلا تلمامي وحن قعد صرينا إن أي عديان أرنتا أو أي مسلمين تو عديان أو سب مسلمين تو أبور المنطقة ملو أو أخوال باء الكلام ده بدأ ينم يشاس أي عدو البكر ومتو بريت أنا قفك خلدني وياه ما إم فايف بادلي ما بي إس بادلي مهر البادلي منطقة إلا أبوره ومحانو أبوره إنه محانو وكسبيه البديه تعالى من الدعاء وقاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروح العدين يقف لدرجات كيسك وصوق لي أنا أنا يا ربا أنا عدي صوت عرمته لماذا أقطع أقر أقر ربيسا أقطع مارتي عتبضي مقدر وقف ريسا وهل كإخوة ما شرطي أي كهل ليسنتهي وحال لو يقول شرطي جعلان لها ترمى مسألة ركا وغالان أي حسين شيخ عبد القادر كمان لمن من ديغان شيخ عبد القادر كمان لمن من حركه شيخ عبد القادر كمان لمن من قرب شيخ عبد القادر وكد انت دعوتي الصوماليه او ايضا وكد انت شيخ عبد القادر وحال السلام مركاتك عيا انه شيخ عالمه السوق ماشي سنه السوق يمنا كمان لقنا الدارين ودارين حالة قارئها إخوة خذ بضع حق بولي وحاكمده أو حق وكمل الهرب أو صوالة هذا كبرتي وحاكمده تصنيف كواح اللي هذا أشياء هذا اللي قلي كرتون سي وحوى البعض كرتون ما على لون قلي أتفاسيش هذا الله أرك وحاسوا الرهب كاسوا الرهب ديغان كاسوا الدمتاز كاسوا كا لا إخوة أغادة شرع عليهم أسماء هذا مركة يخصى يستصنيف فيه وحب قيمة وما سمعين إلا للتعارف وحب قيمة سمعين العقيدة والسلوك قفك وحب الله وحكمة وحب عقيدي سيهي وحب أكد أقمال كاسا اللهم دبرني بربرني شرع علي الله سبحانه وتعالى كتابك يا سمع أما قوانبتة إكرتون نظرة هدين لك جليل ضدك ويوضقهم إياه قفك قفك لا تبون نقرية قفك قفك لا تبون نقرية هدين لي لهذا قفك هبلا والرهبل قفك هبلا وهدك مهبل قفك هبلا وأرور هبل وحاكم الحقي أنت أصلاً نقولين هبل قرب نقولين ديجان وقف مسلم معه وأصلاً بمارين إلى الدلو إيجي سوء الحرام يعني وشبه الرئيس كأمر الفربنا والله يا بدك إني إن ده إسكت 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 بتيران وها أنت هسلا بيسو إنترنت كم أيها الإخوة إن آلك استا أحمد شوقي رحمة الله عليه من الشعراء وهذه جرائد كي وحن آت كلامك تقرن تقرن السجن تمنان سوى الله يعبد بعض أشحاره يعني وكنت مامي وكل زمان إنه آية وآية في هذا الزمان صحفي وحان هذا وحال الله يعبد وحول زمن كست آية جفيرة على مدى لا يصدره على مدى زمن كوحاول جورناليست يلقي جورنال رنتي هذا آية هو حقيقة نفتك يا ربا هن إن على النعمة إن على النقمة وبسايدينا دبكو ما أنت قفكو معلومات عن حقيقة هين سطحية عن قطة دارين تهارس عن معنى لها رسيل ديوكتي لبقى في إسلام الرمي مد مد إسكالي هذا الإسكالي يا قفكو قضايا أمدو بل ويختزالي حقوق دي حقي وانو كله مني لبن لنو مال إسكو ديوكتي مد إسكالي سيجلي وردين تمرجع أماها يقودي في الله دين الله مرجع أماها باور بولتي أنا شيك إخوة دين إلهي الكتاب والسنة على فهم سلف صالح رضوان الله عليه أما الأناشيد وإن كان العلماء ولو علماء المعاصرين أغلبين ومكروه يجري هذين بكروية إلا ذلك مرجع الله قد يخيل الآن إيه باور بوينت إيه جرافيكس إنت ماشي لشوق لي هذا الله لقر الجرم مربع قفصور جسمين لك لي اتقوا الله سبحانه وتعالى وحسا ما يرى حتى كوب بله الجوغم معها وكل إرادي هذا هو الذي توفق الله عليه وسلم على رحمة الله وبركاته منهم دانية ذي موقف ما أعظم لا
لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية لا ذل إلا ذل النفوس الزادية بشرى لنفس آمنت